بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، نهاركم سعيد وطيب. الوصفة تاع اليوم البنات راح تكون على طريقة جداتي، ربي يحفظها ويطول في عمرها، اللي هي بربوشة. درتها على طريقتها، هو يعني قد ما ندير على طريقتها مش راح تجي نفسها نفسها تاع بنتها وحلاوتها وحلاوة يدها وبنت يدها. المهم قطعت البصلة والطماطم، هنا جداتي صراحة راهي قطعها مربعات صغار. هنا أم رسلانة جات لأنه الصباح سبقت بال عفوا سبقت بالغداء، على خاطر جداتي سمعت بها مريضة، راح ندير لها البربوشة على خاطر هي عشها أكثر حاجة تاكلها في حياتها كامل هي البربوشة. حطيت طرف تاع لحم وشوية حمص، درت راس الحانوت ودرت فلفل اسود وشويه ملح ودرت شويه زيت، كنت حابه ندير السمن ما لقيتش عند ماما، وشويه طماطم. اكيد الوصفه نخليها لكم في موقعي كوكباد مرفوقه مع الصور، وناكد لكم على الهاشتاغ حبيباتي، الهاشتاغ الصحيح تاع المسابقه تاع الكتاب الالكتروني لكل عفوا لكل وحده فيكم، هي هاشتاغ شاف الذهبي بالياء وليس ومشي بالالف البنات. هنايا ام رسلان راهي توجد في الفطور، راهي دير في هذيك الكسره، الله الله كانت ديجا حطها لكم في قناتها، ومليحه بزاف في الفطور تاع الصباح. انا مرقت شويه برك لاكوت وخليت اللحم هذاك باش يتنكه مع لي زيبيس والمقادير اللي حطيتهم كامل. هنايا راح ناكل الكسره هذيك المبسه البنينه من اللي كنا ديرها لنا ماما. ام رسلان قعدت معتمدة حتى كي تزوجت. عفوا هنايا رحت حنبدا بالخضره، البربوشه الحمراء نعرفوا البيضه تحب الحمص واللحم، اما الحمراء تحب الخضره. درت حبه جريوات وحبه لفت وحبه بطاطا، هما صراحه يمدوا ذوق في المرق الاحمر تاع البربوشه. هو كل طبق وباش يتميز، يعني صراحه الاطباق الجزائريه راهي غنيه غنيه لا تعد ولا تحصى. طبعا هنا بعد ما قصيت الخضره راح نزيد نوجد السلطه، خاطر بغيت كما يقولوا بغيت ندي لجداتي غدا بتويلو كما يقولوا، متول متول متول، لانه انا اصلا كي نروح لجدات ربي يحفظها ما تخلي ما تحط لي ما تخلي ما تجبد هذيك العزيزه وتحطها لي كيفاه، قولوا لي برك انا كي نجي ونسمع بها مريضه وما ندلهاش، يعني حتى انا ما ندلهاش التاويل اللي ديرهولي. يا ربي مادام حيه ومادام مازلت على راس الكانون كيما يقولوا، انا ما نكذبش عليكم من بروفيتي الماكسيموم باش على الاقل منا وهكي ايام تعودي تقولي المهم درت وتفكرت وتشفي على حوايج ملاح. المهم هنا يحكمت البربوشه، ثاني جداتي ما تحبش البربوشه ديك رقيقه 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 بزاف. عفوا وكنت راح نسومها ونروح نصفيها من هذاك الماء ونخليها تشرب، ومن بعد ندير لها شويه ملح وشوية زيت باش نفورها. في هذا الوقت نستنى برك اللحم يدخل له الطياب، خطر البنات البربوشة بنتها وبنت لاصوص تاعها في اللحم، كل ما طاب زبدة كل ما يطلق اللحم العصارة تاعو هذيك ويطلق هذاك الذوق الرائع. هنا البربوشة راهي مسومة، الخضرة منظفة ومغسوله، الطماطم اللي راح نديرها في السلطه، وهنايا حطيت البربوشه باش تفور. ثاني معلومه البنات اللي تقسيوني وعلاش ديري هذا الثقوب، دوك نقول لكم علاه ندير هذا الثقوب، مع انه حكيت عليها قبل كنت نشوف جداتي ربي يحفظها ديرها، كي سقسيتها قالت لي باش تزرب تفور. هذه هي هنا بعد ما دخل اللحم مليح للطياب، شوفوا ذيك المرقة شاهي، راح نلوح الخضرة ونزيد شوية ما، إذا ما يكفي ما نزيدش،
اذا محتاجه ما نزيد نعاود نقفل عليها، يعني فقط تبقى باش يعني يبقى الخضر هذاك يدي حقه في الطياب. هذا ما كان البربوشه هنايا على حساب انتي كيفاش شربتيها، عفوا هنايا على حسب تفوريها تفورتين ولا ثلاثه، يعني تبقى مساله انتي كيف تعودتي، يعني مساله خبره. وثاني يدك تمشي تعودي تعرفي يعني البربوشه سواء كانت رقيقه ولا كانت خشينه بحكم تجربتك في الحياه وتجربي، بالخصوص يعني نصائح هذو اكثر يتمدوها للمبتدئات، بشوي بشوي بشوية تمشي يدك عينك ميزانك تعودي تعرفي سواء البربوشه خشينه ولا رقيقه، تعرفي باللي قد ما تحتاج ما ماهيش مخصوصه تولي تجيبيها رجله، هذه ما تكونش معجنه في نفس الوقت ما تكونش مخصوصه، ما كما تقول جداتي وماما نفس تاع العبد، وكي تحبي تبداي طيبي تسمي بسم الله، هذا كل يلعبوا دور في البنة وفي النتيجة. هنايا بعد ما طاب الغداء راني نوجد فيه، لانه صراحة بين دارنا ودار جداتي ما همش بعاد، وكما قلت لكم بما انه هي مريضة وكما كنتم معتادين عليا دائما كنت كنروح جداتي نشارككم المقتطفات نشارككم هذيك اللهفة هذيك النظرة تحضينا هذا كل، مع الأسف المرة هذه ما مش حيكونوا كما يقولوا هذاك المثل أبوس من بعيد لبعيد هكاك راح تصرى لي أنا يا الخطرة هذه، مانيش حنقدم لها لأنه سمعت بها مريضة ومعتدنا دائما كي تسمع بيا جداتي جيت ما تخلي ما تجبد ما تخلي ما تحط ما تخلي ما تجيب العزيزة تحطها لي، وكي سمعت بها مريضة اخترت أحسن وأرقى طبق اللي تحبه هي صح من يديواتها بنتها خاص جدا، لكن قلت خلي نديره لها، وبزاف بنات يقولوا احسن تشكري روحك تشكري روحك نعم نشكر روحي لأن جداتي تحب طيابي. وهنا عفوا هنا إيفيتيت أني نقلي الفلفل على جلدتي كبيرة والكوليسترول، ما بغيتش بغيت نيفيتي الحاجة اللي فيها ليدان بزاف، وجدت لها كما كم تشوفوا ان شاء الله نكون درت طبق على اصوله، هو طبق جزائري بامتياز كما قلت لكم الوصفه كم تلقاوها في موقع لاكوكبات. سلطه غسلتها نظفتها عقمتها مليح 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 ووجدتها خاطر تحب تاكل حتى هي السلطه، يعني باش كما نقولوا حنا تمسح لها على قلبها كما تقولي تمسح لي على قلبي. هنايا كيما راكم تشوفوا السلطه بالالوان ما شاء الله ما شاء الله، هنا راني نوجد في السلطه شوفوا الالوان برك تشهي. ان شاء الله الحمد لله. شوفوا البنات ما في تقولوا لي ديما سيهم تشكري روحك وحوحو يشكر روحو، يا اختي من حقي نشكر روحي على ما نشكرش، واحد كي ياكل ماكلتي يقول لي بنينه قولوا لي على ما نشكرش، خلي الحبيبه نشكر روحي عندي اللي يشكرني زين نشكر روحي. هنايا جداتي يعني بكل صراحه بدون نفاق والله غير كي رحت لقيت خالاتي ديجا سبقونا عند جدتي ربي يحفظها والله ما كلات حتى حاجه، صدقوني غير البربوشه تاعي غير كلات منها، هيا قولوا لي دوكا هذا دليل على ماذا يدل. المهم هنايا بغيت نديهو لها سخون، ها هو كي كلشي ساجي واجد كيما قلت مانيش راح نطول جست نوجد لجداتي كيما يقولوا كلمه زوج مع خالاتي هكا ويلا نسهلو. زيد تروح تشري لها شويه الديسير، تحب بزاف 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 التفاح، وشوف الفواكه اللي تشتيهم كامل درتهم. هنا راني وصلت عند جداتي كيما قلت لكم ما صبرت لكم لا جداتي كيما ما فلا والو، فقط راح نحط لها كل شيء في الطابله ونحكي معاها كيما يقولوا من بعيد لبعيد هبسوا من بعيد لبعيد ونتكل على الله، يعني حنزيد نقعد شويه هكا كلمه ولا زوج مع خالاتي ونتكلوا على الله. وجداتي واش تموت على البنان يا البنات، عندي جداتي عشق حاجه عشق البنان. ان شاء الله نكون البنات يعني كفيت ووفيت، ان شاء الله نكون حط ديت حاجه تقيم مقامها، مع انه حبيت ندير لها ما اكثر لكن معليش. هنايا
اتجهنا المكان كما قلت لكم يعني وحد المكان، وهنا شوفوا كاينه لقطه رحمه عطاها خويا زوج كلمات تري قلت روحها ما كانش. هنا رحنا لبلاصه اسمها دربه البنات، البلاصه ما شاء الله تبارك الرحمن ترد الروح. لكن قبل ما نلحقوا لهذيك البربقه البنات نلقاو هذه البحيره البحيره هذه باش نكونوا واضحين ماهيش تاع عمان، هذه مكان فقط شتو فطرت بالخصوص مليحه بزاف الربيع، لكن بالخصوص شوفوا وقت جوان جوي وتشتو ديك السخانه 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 الناس تجيب كراسه تجيب طابوريات وتجيب بناك كما يقولوا ويحطوهم ويستنشقوا هذاك الهواء قد ما نقول لكم هواء طلقوا قليل. من بعد تطلعي كي تطلعي تلقاي هذا البلاصه، هذا البلاصه البنات شوفوا خصوصا في الويكاند تلقاو واحد الغاشي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الناس اللي تعمر الماء خطر ماء منبع جاي من منبع طبيعي بارد شوفوا قد ما نقول لكم بارد وقليل. تلقاو هذاك الغاشي اللي قاعد اللي راهو يشم في الهواء واللي حاط رجليه، يعني بيناتنا البنات انسان يحتاج خرجه كي معاك تشمي فيها الهواء. وانا صراحه هذا من اكثر الاماكن اللي نزوروها، يعني هو يشوفوا البنات الجزائر غنيه 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 بالاماكن الخلابه يعني لا تعد ولا تحصى، برك احنا حاقرين بلادنا يعني صراحه. قلت لكم وبما انه منطقتي باتنا حاجه باينه راح نكون في باتنا ونروح للضواحي والاماكن هذو اللي موجودين في منطقتي. طبعا هنا يا البنات شوفوا قليل اللي يقدر يحط رجله في هذا تقدروا تقولوا شبه شلال شبه شلال، لكن مش كل يقدر يحط رجلين فيه خاطر ما بارد بارد. بس كي تحط رجليك واش نقول لك تطلع لك واحد واحد النسمه واحد البروده واحد. هذا هو الفيديو تاع اليوم البنات، ان شاء الله يكون شيق وان شاء الله وعد مني لرجعت لجداتي هذا المره تكون لاباس وبصحه جيده نشارك معكم هذيك الطحينه الحلوه وهذيك المحبه وهذيك الجده ما تتعوضش والعائله ما تتعوضش والملمه ما تتعوضش والتحواس ما يتعوضش. كل شيء في الدنيا نستغلوه لكن في الحاجه المليحه في الحاجه المليحه في الحاجه المليحه. ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وفي الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم، كانت معكم اختكم في الله ديال الخسيها، تحياتي.